لان شفنا الجي فورس ار تي اكس 3080 تي اي من انفيديا سوت اختبارات من الاشياء على هذا الكرت وموجود الحين على القناه. بس تنسوا انه انفيديا في يومها يوم المؤتمر ما اعلنوا بس عن هذا, في اشياء ثانيه هذه حدها. بسم الله. فشوف شو الشيء اللي موجود في الباكس. اتوقع على طول الحين عرفتوا انتوا اي كرت. في العاده نزلوا اثنين من سيريوس. احساس جميل الباكجز هنا. اكيد نتكلم ايش ليش نسوي لك هنا. نتكلم على خلاص غا 3070 تي اي ايضا من انفيديا جديد. فبسم الله هي هذه القطعه اللي ترى حقتي راحت. بسم الله. الشيء اللي لازم يصير على نفس هذا الكرت مجموعه من الاختبارات وتوازي نفس الاختبارات اللي صارت على الكرت الام. لو تلاحظ اول شيء هذا كمان فاوندرز اديشن فمن نفس انفيديا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا قلت الشباب هذا كيليا ايضا داخل نفس الباكس. يجي عندكم الكيبل اللي في العاده يجيبوا زي الادابتر اساس البنات ومن البنات. نعم هذه هي ظاهر 8 ل 12. يا هذا 12 الجديدة الثمانية عندكم 8 12. أيضا هنا يجي عندكم الفيك ستارتر جايد بدليل استخدامات السريع والدعم موجودة كلها تجي في نفس البوكس. في ريحة رايقة كده السيارة الجديدة طالعة نفس الريحة. أيضا هنا خلينا نراجع سوا الأشياء اللي في نفس هذا الكرت. فأول شيء أكيد هو PCI Express Graphics. هنا مكتوب وش الأشياء الأساسية. اوكي اي 750 واط باور ريتنج هذا موجود. فهم نفسهم يقولوا هذا اللي هي الشيء اللي هم يتوقعوه. تذكروا على نفس ال 3080 تي اي قالوا انه يحتاجه فقط تقريبا 300-350 واط, ولكن هذا اللي هم ريكومندوا ما ينصحوا بانه يكون عندكم باور سبلاي بهذا السعه. ايضا لو تكلمنا على عندكم يحتاج 2 جيجا لجهازكم, فيه مساحه ذاكره داخليه. خلينا نتذكر ايش كانت موجود عندهم داخليا. It's not here. مش هنا. هذا ظاهر يجيب جوا 8 ولا 12. إن شاء الله موجودين. أنا عجبني الكرت تصميم. الفاوندرز إديشن إحنا بالتصاميم اللي موجودة على نفس الأجهزة نفسها. توقع هذا يجي يا 8 يا 12. ولكن 10 كمان يا. يا أوكي. التفاصيل كلها بتجيكم بالفيديو الأساسي. فالحين هذا تم اختباره. شفت الفيديو موجود على يوتيوب وايضا على الفيس وعلى مختلف المنصات نفس الفيديو حق الاختبارات. والحين اقدر اقول رسميا اهلا وسهلا ب 3070 تي اي واللي الحين وصل وايضا